أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حديث العلم، نتحدث فيها عن مخاوف ربما كبيرة من إنفلونزا الخنازير هذا الموسم، وعن شائعات ربما أكبر حول إمكانية التشخيص الصحيح وربما أيضا إمكانية الوقاية وطرق العلاج من هذه الأمراض ومن هذا الفيروس على وجه التحديد. عافانا وعافاكم الله. يدور نقاش هذه الحلقة مع الدكتورة أمل أحمد عبد الباقي، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمصل واللقاح. أهلا بك يا دكتورة أمل. دكتورة أمل، بداية تدينا فكرة عن تعريف مرض إنفلونزا الخنازير إن صح التعبير وفيروساته منذ ظهورها ونشأتها، واللي أشهرها طبعا واللي احنا نعرفه H1N1. تمام، أوكي. هو مبدئيا طبعا انا مش عايزه الناس تقلق، لان دلوقتي H1N1 بقى حاجه عاديه خالص زي الانفلونزا الموسميه. نعم. والاعداد اللي هي بروتوكول دي ما تعتبرش كبيره خالص، يعني سنه 2009 لما ابتدى ينتشر انفلونزا الخنازير، يعني كنت هقول لحضرتك تطور برضو انفلونزا الخنازير عشان نبقى مع بعض. يعني الانفلونزا اللي كانت بتصيب الخنازير، هما خد العدوى من الطيور، فكان الاسترين او السلاله بتاعت الطيور اتعدى بيها الخنازير، فابتدى يتطور في جسم الخنزير، بس كان بيعدي الخنزير بس، يعني خنزير لخنزير. وزي ما كانت انفلونزا الطيور بتعدينا بس، لكن كانت انفلونزا الخنازير ما بتعديناش. الطيور كانت بتعدي الطيور بس، وبعد كده ابتدت تعدي الخنزير وابتدت تعدي البني ادم. لكن لحد دلوقتي ما فيش بني ادم مصاب بالانفلونزا الطيور يعدي بني ادم. يعني ما وصلتش، يعني ما اتطورتش لكده. لكن انفلونزا الخنازير هي اتطورت انها كانت طيور، وبعدين دخلت في الخنازير، وبعدين الخنازير ابتدت تعدي خنازير برضو، وبعدين تعدي انسان، واخر بقى سنه اللي هي السنه دي بقى، يعني اللي هي سنه 2009، يعني دي كانت البدايه ان من الانسان للانسان، اللي هي اللي مصدرها انفلونزا الخنازير، اللي هي مصدرها ده التطور الجديد اللي حصل فيها. ده التطور الجديد. الطبيعي ان اي سلاله من الفيروس بتخش جوه، يعني كانت الاول طيور فدخلت في الخنازير، اتطورت بتغير شكلها، لما راحت للانسان غيرت شكلها، لما ابتدت تتنقل من انسان لانسان برضو شيء طبيعي انها تغير نفسها. بقت حاليا بنعتبرها او هي ريكوردت عندنا ان هي انفلونزا عاديه زي الانفلونزا الموسميه، وهي اوريدي اتعزلت وبتضاف للتطعيم اللي هو بتاع الانفلونزا الموسميه. يعني التطعيم بتاع الانفلونزا الموسميه كان الاول H3N2 بس، اللي هو السلاله بتاعت البني ادم، اللي هي الانفلونزا العاديه اللي بتعدي من بني ادم لبني ادم طول العمر دي. وكلاس بي، يعني هي الانفلونزا كلاس A وB وC، اهمهم A اللي هي داخل فيها H1N1 وH3N2 اللي هي موجودين دلوقتي في التطعيم، فما بقاش في خطوره خالص يعني. وكلاس بي دي بقى قليل شويه برضه من بني ادم لبني ادم، بس قليل لكن برضه بيبقى موجود في التطعيم. فاحنا دلوقتي بقى عندنا وقايه باول حاجات تطعيم. التطعيم مهم جدا طبعا، مش كل الناس هتاخد التطعيم، يعني مش يعني لان ده حاجه موسميه، يعني هو بيتاخد سنويا وبناخده سنويا. ليه برضو؟ طب قبل ما نعدي النقطه ديت وسامحيني في المقطع دكتور أمل، حتى تاريخه هل يصلح اخذ تطعيم، وخصوصا انه يعني انتشر ان صح التعبير نسبيا يعني هذا الفيروس، واللي نعرفه من معلومات اوليه او مبدئيه انه في توقيت دايما مناسب لاخذ التطعيم. هو توقيت فعلا مناسب لاخذ التطعيم قبل ما تبتدي الشتاء، قبل ما نبتدي الفيروس ينتشر، بناخده بدايه من 1/10، فبينزل ده التطعيم اللي هو الموسمي العادي اللي احنا بناخده بدايه من 1/10. طبعا هو بينصح به ثلاث فئات من الناس مهم جدا لازم ياخدوه. الناس اللي هي هاي ريسك، اللي هي عندها امراض مثلا بيبقوا فوق الستين وعندهم امراض في القلب، عندهم حساسية، في عندهم مشكلة في الصدر، عندهم بيعملوا غسيل كلوي، اللي هي الفئات اللي هي المريضة دي، دول لازم ياخدوه. ومريض السكر كمان مهم قوي ان هو ياخدوه عشان المناعة بتبقى رايحة، عشان لانه بالذات فيروس الانفلونزا بيبقى سهل قوي انه يجي المريض السكر، فالفئات دي لازم تاخده سنويا، وبنعمله سنويا عشان هو كل سنة بيتغير، هو بيتعزل من البني ادم كل سنة بتاع السنة دي بقى، يعني اللي هو بنبتدي نعزله تقريبا شهر 6 على بال ما بينتج بينزل في السوق شهر 10. بداية بقى من 1/10 المفروض الناس تاخده قبل الشتاء ما تخش. بس هل معنى ذلك ان انا مثلا ما لحقتش اخده ما اخدوش؟ لا، اخده معايا لحد شهر 7، هو التاريخ بتاعه لحد شهر 7 اللي هي السنة، يعني لحد ما ينزل التطعيم الجديد يعني. فاحنا دلوقتي مثلا حصل اوت بريك او حصل انتشار او زاد شوية، خصوصا مثلا في المستشفيات والاطباء والممرضات والناس اللي هي بتتعرض لزحمة، لناس كتير بيجي لهم الانفلونزا وبيعدوا عليهم بيكشفوا عليهم، فالفئات دي لازم تطعم طبعا، اللي هم الاستاف الطبي، وغالبا معظم المستشفيات بتطعم الاستاف الطبي بتاعها يعني.
والفئات اللي قلت لحضرتك عليها اللي هم الأطفال الصغيرين والستات الحوامل والناس اللي عندهم وكبار السن اللي عندهم أمراض، دول لازم ياخدوه. والناس المحتكة بقى، يعني أنا شخصيا أنا باخده أنا ولادي كل سنة، يعني أنا وقاية، يعني حضرتك عايز تاخده وقاية مش بيأذي خالص، هو بالعكس بيدي وقاية وبيدي مناعة. ولو الواحد جاله نوع من الأنفلونزا حتى لو مش اللي موجود في التطعيم، بس بنات الجسم بتبقى عارفة شكل الأنفلونزا كويس قوي بكل الطيب اللي هي موجود فيها أو اللي داخل جوه التطعيم، فبيقاوم المرض بسهولة. نعم. فحضرتك لو في أعراض هتبقى أقل، مش هنوصل للي هي الوفاة. طبعا. بس بالمناسبة الأطباء اللي توفوا رحمة الله عليهم، مش بالضرورة، لأنه طبعا موضوع محل لسه ربما حتى تحقيق أو بحث داخل وزارة الصحة، مش بالضرورة يكون نتيجة مثلا فيروس بعينه أو نتيجة عدم تلقي تطعيم بعينه، يعني لسه المسألة يعني محل بحث. ولا حضرتك عندك معلومات أو بيانات مؤكدة حول الأسباب المبدئية حتى؟ لا، أنا هقول لحضرتك، هو إحنا عملنا، إحنا كالمصل واللقاح عملنا كامبين أو حملة تطعيمات لمدة 3 شهور نقابة الأطباء في المشروع العلاجي. يعني المشروع العلاجي ده بيدي تخفيض، يعني كنا نازلين بسعر مخفض جدا للأطباء، وكنا منزلين الصف بتاعنا 3 شهور بداية من شهر 11 لحد مخلصين 30/1. حضرتك الوعي بتاع حتى الأطباء يعني اللي كانوا بيجوا يطعموا قليل جدا، لأن إحنا معروف يقول لك ده إنفلونزا. يعني كان في ناس كتير حتى كانوا يعني ما نتكلم معاهم يقول لي انا يعني باخد مش عارفه توم ولا بصل ولا باخد مش عارفه ايه، اهم حاجه المناعه واهم، وبعدين ده انفلونزا وبتعدي. يعني ما عندناش الوعي بتاع ثقافه التطعيم. فحتى لما بيجي التطعيم في المستشفيات مش كل الدكاتره بيطعموا ومش كلهم بيهتموا بمرض الانفلونزا، لان الانفلونزا احنا عارفين يعني من قديم الازل عندنا، واحنا دايما بنخلط ما بين الكومن كولد او اللي هو البرد، نزلات البرد العاديه اللي هي بتبقى سخونه ورشح وحاجات بسيطه كده، وما بين الانفلونزا. الانفلونزا مشكلتها فيروس، مش في الفيروس نفسه ما فيهوش خطوره، خطورته السكندري انفكشن او العدوى الثانيه. يعني حضرتك الفيروس لما بيخش الجسم، فمشكله مثلا بتاع الانفلونزا الخنازير بالذات ان هي بتخش على الرئه على طول. الانفلونزا الموسميه بتبتدي باعراضها العاديه بتاعتنا، يعني بيبتدي في الانف وبعدين يبتدي في الزور وبعدين ينزل في الرئه، فبياخد فتره لحد جهاز المناعه ما يتنبه يعني. لكن الانفلونزا الخنازير خطرتها انها على طول بتخش على الرئه، فعشان كده السكندري انفكشن او اللي هي ان الانسان بيبقى ضعيف فبيحصل له عدوى اخرى من بكتيريا تانية اسمها النومينيا او اللي هي البكتيريا الالتهاب الرئوي، فهي بكتيريا الالتهاب الرئوي دي هي اللي بتأدي للوفاه. فحتى اللي اصابوا وخدوا تامي فلو ولحقوا نفسهم بالعلاج خفوا بسهوله، واللي كان واخد التطعيم خف بسهوله، يعني عدى عليه المرض لكن خف بسهوله ما وصلش للسكندري انفكشن. لما بنوصل بقى للسكندري انفكشن، هو عموما هي ريكوردد موضوع النمونيا دي او اللي هو الالتهاب الرئوي، بيبقى فيه عدد وفيات كتير مع الاسف يعني. فاحنا بس وصلنا للجزئيه دي. النمونيا ممكن ما تكونش من الانفلونزا على فكره، يعني ممكن يكونوا الاطباء اللي ماتوا بالالتهاب الرئوي ما كانش بدايتها الانفلونزا، ممكن يكون جاله التهاب رئوي ان صح التعبير. يعني مدى حقيقة خطورة هذا الفيروس على مصر؟ هي خطورته حاليا ما بقتش يعني بتمثل خطورة، يعني ما نقدرش ان احنا نقول بتمثل خطورة. هو السنة دي بس حصل حاجة يعني احنا كلنا لاحظناها، ان الفيروس طور نفسه في حاجة، ان هو كان في 2009 كان بيصيب الحالات اللي هي السن الكبير والاطفال الصغيرين قوي والحوامل، يعني الناس اللي هي هاي ريسك اللي هي في خطورة، اللي احنا كنا بنقول عليهم حالات خطرة، يعني العدوى بأي فيروس في الحالة دي ممكن تأدي معاه للوفاة. لكن احنا لقينا ان هو طور نفسه فبقى يتصاب منه الميدل ايدج او اللي هم العشرينات والثلاثينات واوائل الاربعينات، فهو ده التطور اللي حصل في الاتش 1N1 السنة دي يعني عندنا هنا في مصر. ده اكيد طبعا هيدرس، يعني وزارة الصحة ودبليو اتش او طبعا هيدرسوا الحالة، وهيتعزل الفيروس بتاع السنه دي اللي هو ابتدى يصيب الطبقه دي وهيخش في التطعيم بتاع السنه الجايه. يعني مش شايفه ان هي هتبقى خطوره او حاجه صعبه هتواجه العالم او هتواجه مصر يعني عموما، لان احنا عارفين كويس قوي ان فيروس الانفلونزا كل سنه بيتطور، وفي السنه الواحده يعني بيبقى يعني ممكن في اول السيزون بيدي شكل وفي اخر السيزون بيدي شكل، فهو ده طبيعه الفيروس، يعني دي حاجه مش خطر قوي يعني بالنسبه لنا يعني. هو بس احنا اهم حاجه بالنسبه لنا الوقايه، يعني انا برضو كنت لسه اسال حضرتك، يعني هو التطعيم له من الوان الوقايه لكن مش كل اشكال الوقايه. لا مش كل اشكال الوقايه. ازاي ممكن يبقى في وقايه في ظل غياب المعلومه ان صح التعبير الكامله
أو غياب السبب الرئيسي ربما من العدوى أو الإصابة، وإزاي يكون في يعني طرق كشف يعني أو تشخيص مبكر للإصابة بمثل هذا المرض من خلال الأعراض طبعا ربما أو من خلال بعض الفحوص الطبية، إزاي يكون في كشف، إزاي يكون في وقاية عادية يومية حياتية كده البشر ممكن يمارسوها في مصر. هو أنا بس يعني إيه عايزة، إحنا دايما لما بنبص مثلا لفيروس أو بكتيريا إحنا بندور ده بالنسبة لنا بيعتبر عدو، إيه الأسلحة بتاعته، إيه طريقة مهاجمته لينا، إيه عشان نقدر نقاومه. ففيروس الأنفلونزا عموما أي أنفلونزا بتتعدي عن طريق الرذاذ، يعني مثلا لو مريض كح أو عطس في مكان زي كده مشكلة إن هو ممكن يعدي بحاجتين، لو هو قصادي انا ممكن اخد الرذاذ ده يخش في الانف او في الفم او في العين كمان، ممكن الواحد يصاب بيه مباشره من المريض على طول. فوقايه طبعا ان الواحد لما يعطس او يكح يحاول طبعا هو يكون في منديل على بقه ويحاول ان هو ما يعديش الناس يعني. فطبعا احنا برضو عندنا العادات دي عايزين نطورها شويه. الحاجه الثانيه ان هو ما كانش في وشي، ما وصليش انا، لكن وصل على سطح زي ده. السطح ده لو انا حطيت ايديا على الرذاذ وانا طبعا مش واخده بالي لان الرذاذ ده بيبقى حاجه مش متشافه قوي يعني، حطيت ايديا وبعد كده عليه وما غسلتش ايديا